الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم البعث والدين. أما بعد، فمن الأحاديث المهمة التي ينبغي على المرء المسلم أن يعرفها وأن يعمل بمقتضاها ما رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وقد تعجل كل نبي دعوته. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأن كل نبي له دعوة، إذا دعا بها فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب له بها مباشرة. وقد تعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم المبارك بأنه قد اختبأ دعوته التي سوف يجيبها الله سبحانه وتعالى له، ادخرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة تكرمة لهذه الأمة المحمدية. إذا فالواجب على المرء المسلم أن يحمد الله سبحانه وتعالى أن جعله من هذه الأمة التي هي خير الأمم. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختبأ هذه الدعوة التي سوف يجيب الله سبحانه وتعالى له إياها، أو سوف يجيبه الله سبحانه وتعالى، يجيب الله سبحانه وتعالى هذه الدعوة، اختبأها ليوم القيامة فقال: شفاعة لأمتي. وهذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شفقته العظيمة بهذه الأمة. قال: فهي نائلة إن شاء الله، يعني إذا أردت أن يشفع فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذه الشفاعة لها شروط، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. إذن حتى تكون ممن ينالون شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك أن تحرص على معرفة التوحيد، وأن تحذر من الشرك، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتك على هذا التوحيد، وأن لا تكون من جملة المشركين. ودل هذا الحديث على خطورة الشرك، وعلى أن الذي يموت وهو مشرك بالله سبحانه وتعالى غيره، فإن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لن تناله. وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا؟ يعني مات وهو لا يدعو الأموات والغائبين، لا يدعو الأنبياء، لا يدعو المرسلين، لا يدعو الصالحين، لا يدعو الملائكة، لا يقول: يا رسول الله الحقنا، ويا الصالحين أفزعونا، لا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله. أيضا من مات لا يشرك بالله شيئا، يعني لا يعتقد أن الأولياء أو أن الأنبياء أو غيرهم يعلمون الغيب مع الله، ويهبون الذرية، وينزلون الرحمات، ويكشفون الكربات، ويقضون الحاجات، كما هي عقيدة المشركين عباد القبور في هذا البلد وفي غيره من البلدان. هؤلاء ليسوا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين سوف يشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم ماتوا على عقيدة الشرك. وأيضا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، يعني لا يتقرب بالذبح لغير الله سبحانه وتعالى. الآن في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حدثت في أناس إذا حدثت لهم أحداث طيبة، أو نجوا من مكائد أو من مشاكل، فإنهم يذهبون إلى الأموات وإلى الأضرحة ويذبحون الذبائح تقربا إلى هؤلاء الهلكة، كي يباركوهم وكي يأخذ منهم الرضا. هذا لا شك أنه من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه عن دارة الإسلام، وبالتالي لن ينال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس الآن يقع في خطأ كبير، بل يقع في الشرك الأكبر، حينما يقول: يا رسول الله شفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم الآن قد توفاه الله سبحانه وتعالى، وهو لا يملك أن يشفع للناس، بل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لن يشفع في مشرك، لأنه عليه الصلاة والسلام قال كما في هذا الحديث: فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة حينما سقى: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟
قال يا أبا هريرة ظننت أن لن يسألني أحد عن هذا الحديث أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه، فالموحد الذي لا يدعو مع الله غيره ولا يدعو الأموات ولا الغائبين هذا سوف يشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام أو يشفع فيه الشفعاء بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه إشارة سريعة حول هذا الحديث العظيم، والغرض منه إذا أردت أن تكون ممن يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الشفعاء فمت على عقيدة التوحيد، واحذر أن تشرك بالله سبحانه وتعالى غيره. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا الشرك، إن ربي جل في عليائه هو أكرم مسؤول وهو أعظم مأمول. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.